جلسة جديدة من صفحتكم العربية على فيسبوك معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. بهذه جلسة ومكانين ماريو دراغي هلأ في الوقت الحالي عم نشهد بعض التقلبات على اليورو دولار. هذه الجلسة فقط راح تكون على العملة الأوروبية الموحدة والسيناريات المفترضة القادمة. 112.58 المستويات الحالية، انخفاض من مستوى 113.20 يعني تقريبا بحدود 60 نقطة بشمعة واحدة اندفاعية. هل يا ترى تكمل الاتجاه القادم أو الهابط متوقع أنه يكفي بالجلسات القادمة أو ممكن نرتد أو نرجع نشهد بعض نقاط الدعم الرئيسية الموجودة عندنا؟ بالنسبة لنا نحن وكالسيناريات المفترضة اللي كنا عم نقوم فيها على رسم المعين الأسبوعي وعلى المدى الوسط للطويل، كنا بكل بساطة عم نتكلم على سيناريو سلبي وضخم جدا. في هذه الجلسة الرسم بين الأسبوعي على اليورو دولار من يناير 2007 وصولا إلى قمة 160-30 اليورو دولار، هذه القمة الرئيسية اللي تم استهدافها من قبل اليورو دولار ومن وراء افتتاح المارك إذا بدكم أو من وراء إغلاق المارك وبداية اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة من وراء طبعا الاتحاد الأوروبي. هذه نقطة دخول المارك وطبعا بداية تاريخ أو بداية تاريخ اليورو دولار. بالمبدأ ومن وراء تسجيل هذه القمة انخفضنا من وراء، يعني خلينا نعتبرها موجة اندفاعية تمام، وابتدأنا بموجة هبوط بشكل نفق مير على انخفاض. هذا النفق المير على انخفاض من الملقب ومن المتوقع أن يكون موجة تصحية، خلينا نسميهم مثل التسميات اللي على طول نقوم بتسميتهم، ويف اي بي سي اللي هي تلقب بأول موجة تصحية ضخمة اللي هي بيج ويف اي، انتهت على هذا القاع، رجعنا ابتدينا بارتفاع بيج ويف بي بهذا الشكل تمام اللي هي كانت ثاني موجة تصحية اوكي، وهلا نحن في صدد انخفاض الويف سي اللي هي الموجة التصحية الثالثة. عادة ويف سي تتضمن خمس موجات انخفاض، فبهذه الحالة إذا بدنا نعد خمس موجات انخفاض لويف سي من قمة بي أو من هذه القمة، من المتوقع أنه تكون على الشكل التالي: ويف 1، ويف 2 المرحلة رقم 2، 3 الاندفاعية الضخمة اللي شاهدناها مش من زمان، عم نتكلم منذ جون وأوغست 2015 اوكي، ابتدينا بثلاث موجات تصحية اللي هي W, X, Y بهذا الشكل، او خلينا نكون عم نسميها الموجة الرابعة تمام على هذه المستويات، ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة. يعني اللي نحن بهمنا انه انخفاض الموجة C تتضمن خمس موجات اللي هي 1, 2, 3، ارتفاع ويف 4، ومن المتوقع انخفاض ويف 5. طيب انخفاض ويف 5 يعني عم نتكلم على انخفاض واختراق لعان جديد وملامسة تقريبا مستويات 0.97. 0.97 هو المستوى المنتظر للعملة الأوروبية الموحدة. بعرف هذا شيء شبه مستحيل، بعرف لكثير مضاربين ومستثمرين مستوى اليورو دولار لما يتجاوز الواحد أو الباريتي هذا يعني انهيار تام، وهذا يعني إذا بتكون أمور شبه مستحيلة. ولكن بالنسبة لنا بسوق الفوركس وأسواق المال معنا الشيء مستحيل بالنسبة لانخفاض أسعار النفط اللي عم نتداول هرة على مستويات 56، كنا منخفضين من مستوى 112 دولار لبرميل النفط، عند أسعار الذهب من مستوى 1200 عفوا من مستوى 1900 دولار لسعر الأونصة عم نتداول هلأ على مستويات 1283. بكل بساطة الدولار ين عم نتداول هلأ، كنا نتداول على الدولار ين على زوجة الدولار ين قرب مستويات 140، عم نتداول هلأ تقريبا على مستوى 111. فبكل بساطة ما عندنا شيء يلقب بسوق الفوركس أو بأسواق المال أو بالفاينانشال ماركتس بشيء اسمه مستحيل. ولكن هذه المناطق ما في شك أنه راح تكون مناطق مغرية جدا للشراء، ما في شك أنه عند وصول اليورو دولار إلى هذه المستويات راح نكون نحن أول أشخاص راح ندخل بمراكز شراء وبموجات اندفاعية، كما نرجع نبتدي بسيناريوهات ضخمة على المدى الوسط للطويل تمام. هيدا بالنسبة لليورو دولار، هيدا بالنسبة لتحليل موجات اليوت. وإنما إذا في بعض الأشخاص هم ما بحبوا موجات اليوت وبحبوا، أو خلينا نقول بغض النظر إذا بيوثقوا خلينا نقول بموجات اليوت ولا لا، ممكن التحاليل التقنية الأخرى اللي هي عم تعطيني إذا بتكون simple technical analysis أو تحاليل تقنية خلينا نقول بسيطة مثل ما بقولوا، إذا بنرجع بناخذ الرسم البياني التابع للرسم البياني اليومي وبندخل على تفاصيله أكثر وأكثر، بنعرف أنه نحن باليورو دولار هلأ عم نتداول قرب مستويات مهمة جدا اللي هي قرب آخر قاعة تم تسجيله عندي منذ أكتوبر 2018، وهذا اللو آخر مرة تم تسجيله عندي إذا بنرجع لهذا التاريخ لورا
اوكي، بنلاحظ انه اخر مره تم تسجيله عندي هذا المستوى اللي هو مستوى تقريبا ال 111 90 اوكي، كانت تقريبا عند بسنه 2017 ماي 2017. يعني هلا عند انخفاض اليورو دولار وملامسه هذا المستوى واختراقه بنرجع كانه رجعنا من سنه 2019 سنتين لورا، 2 years اوكي، سنتين لورا لنرجع نتداول تقريبا قرب هذه المستويات. هلا بالنسبه لنا كفري فول كرسم بياني يومي، وبالنسبه لنا هذا خط الدعم الموجود عندي على اليورو دولار قرب هذه المستويات وهذه نقاط التداول وخطوط المقاوم والدعم الرئيسي الموجوده عندي على شكل اذا بدكم مرحله افقيه بامتياز ميل على انخفاض، وهذه التقلبات اللي عم نشهدها من وراء اختراق وبدايه موجه اندفاعيه هيدا بدل انه عندي شيء يلقب الفري فول. هذه السبيس هون اذا بدكم او هذه المساحه اللي هي موجوده بين مستوى 102 ومستويات 113، هذه المساحة ما عندي أي نقاط دعم ومقاومة عليها تلقب بفري فول متوقع إذا ابتدينا موجات اندفاعية رح تكون ضخمة جدا وسريعة لاستهداف مستوى 102. وانتم عارفين انه اليورو دولار باستهدافه لمستوى 102 يعني عن جديد، هذا بيعني انه نحن هلأ فقط في موجات تصحيحية لزيارة مستوى 124، وهذا الارتفاع اللي تم تسجيله عندي هو فقط ABC أو ثلاث موجات تصحيحية still corrective waves لبداية موجة هبوط ضخمة جدا وميسينج لاج أخيرة. تمام؟ فبهذه الحالة انخفاض تحت هذه المستويات، مستويات 112 أو 111.90 رح نفتح مجال ضخم جدا للانخفاض لزوج اليورو دولار. هلا ما رح قلكم 0.97 رح تتسجل بجلسة غدا أو اليوم أو بجلسة اليوم، ولكن ما في شك إنه هذا السيناريو المتوقع على زوج اليورو دولار، ما في شك إنه كتير واضح إنه عندي ضغوطات سلبية على العملة الأوروبية الموحدة بجلسات القادمة، ومن المتوقع استهداف هذا القاع قبل ما نرجع نفكر بشراء على المدى الوسط للطويل. بنكون أنهينا بيج ويف اي او الموجة التصحية، بيج ويف بي وبيج ويف سي اللي هي تتضمن خمس موجات انخفاض 1 2 3 4 وويف 5. تمام؟ وهذه طبعا سمول اي سمول بي سمول سي لانتهاء الموجة اي. استاذ عمر اهلا وسهلا فيك، نورت الجلسة. استاذ عمر كنت انت حابب انه تبتدي بسيناريات ايجابية على زوج اليورو دولار، ولكن على رسم بين الاسبوع واليوم عندي بعض الضغوطات السلبيه وعم نتداول قرب ادنى مستويات اليورو دولار بالمرحله الحاليه. يعني هذه المرحله اللي عم نتداول بقربها لزوج اليورو دولار اوكي تم تثبيتها اكثر من مره، وهذه القرآن والمرحله الافقيه اللي دخلنا فيها تقريبا منذ سبتمبر 2018 وصولا الى فبراير 2019 وحتى اذار هلا دخلنا بهذا الشهر الجديد. فبكل بساطه اختراق هذه المنطقه وهذا خط الدعم الرئيسي الموجود عندي ما في شك انه رح نبتدي بشيء يلقب بالفري فول وانخفاض سريع جدا، وما عندي اي نقاط دعم لا زوج اليورو دولار. اول نقطه ممكن تكون عندي موجوده قرب مستويات تقريبا 102 يعني 1000 نقطه انخفاض لزوج اليورو دولار. كثير من الاشخاص بفضلوا او عندهم تجاره مع المانيا مع ايطاليا مع كل الدول الاوروبيه، فبهذه الحاله انتبهوا من سيناريو الهاجينج والسيناريو الهابط وجربوا انه حموه او ثبتوا هذه الاسعار اللي عم تتداول بقرب هلا للعمل الاوروبي الموحد. استاذ عمار سي اتش اف انا كنت حابب فقط يعني حلل اليورو دولار بهذه الجلسه وليس العملات الاخرى، ولكن بما انه الدولار سويس هو من العملات الرئيسيه اللي ايضا كنت حابب انه اتكلم عليها، الفرنك السويسري. خلينا نتكلم على الدولار سويس في البدايه. الدولار سويس ومع بدايه هذا الرسم البياني، شوفوا الرسم البياني اللي دخلته على الدولار سويس. الدولار سويس هو بيمشي او علاقته العكسيه بينه وبين اليورو دولار، هذا بدل انه ممكن يصير عندي اختراق لقمه تم لمسته مره 2 3 4 5 هلا الخامسه، فمن المتوقع او من الشبه الاكيد انه رح يتم عندي اختراق لمستويات الفرنك السويسري والدولار السويسري. الدولار فرنك او السويسي يلقب بالسويسي، وبحكم العلاقه العكسيه بينه وبين العمله الاوروبيه الموحده او اليورو دولار، هذا الشيء طبعا هذا ضغط سلبي جدا للعمله الاوروبيه الموحده او لليورو دولار. مع اختراق الدولار سويس وانتم بتعرفوا كروس اليورو سويس اللي تم اذا بدكم فكه من قبل الدوله السويسريه طبعا من
منذ 5 سنوات لورا، وبهيدي الحالة طبعا حصل انهيار ضخم جدا. ولكن بعد عندها علاقة إيجابية أو إذا بتكون عكسية بين اليورو والدولار سويس، أو إيجابية بين اليورو والسويس بنفسه، تمام؟ فبهذه الحالة هذا رسم البيانة اللي عم نشهده أمامنا على الدولار سويس، ومع ملامسة هذا رسم البيانة وخط المقاومة لأكثر من 4 و5 مرات، هذا الشيء بيؤدي إلى اختراق هذه المنطقة وبداية موجة اندفاعية لاستهداف مستوى 100.03. يعني ارتفاع 250 او 300 نقطة للفرنك السويسري، هذا بيؤدي الى ضغوطات سلبية لزوج اليورو دولار والعمل الاوروبي الموحدة على المدى الوسط للطويل لاستهداف مستوى 107 و 108 وحتى اقل، تمام؟ فهذا السيناريو الهابط اللي عم نتكلم عليه، هذا السيناريو الهابط اللي عم نتكلم عليه ما في شك انه ممكن نستهدف فيه مستوى 0.97 اللي هي طبعا الاهداف المنتظرة لنا 0.9700، تمام؟ وهذه المستويات ما في شك انه مستويات مغرية جدا للشراء، ولكن المستثمرين يرجع يفكروا بشراء اليورو دولار العمله الاوروبيه الموحده لاقله 3 موجات تصحيح 3 ويفز بول باك، ولكن على الصوره الاكبر، لانه عم نتكلم ما في شك انه رسم بيانه اسبوعي، ف 3 بول باكس ما في شك انه ممكن نرجع نوصل لزياره مستويات ال 128 او مستوى ال 130 على المدى الوسط للطويل، تمام؟ هذه الجلسه كانت مخصصه لليورو دولار. ماريو دراغي عم بيتكلم الان، وعم بيتكلم انه ما عندي ارتفاع او ما عندي رفع للفائده، نو ريت هايك خلال هذه السنه. هذا بيعني انه اقتصاد اوروبا والاتحاد الاوروبي بشكل عام ضعيف، ما عنده اذا بدكم تحسن بالمرحله القادمه، وما ممكن انه نرفع الفائده في اوروبا. فبهذه الحاله يعني مع الضغوطات اللي اتت من قبل بريطانيا وخروج بريطانيا للاتحاد الاوروبي اللي هي تلقب بالبريكزيت، وايضا ماريو دراغي كلامه هلا على الجروث جي بي بي جروث او الجي دي بي جروث اللي هي طبعا هلا على 1.1 مقابل الارقام المتوقعه كانت على 1.7، يعني تراجع 0.6%، وهذا بيعني انه ايضا الضغوطات السلبيه للتحسن او للازدهار طبعا غير وارد بوقتنا الحالي وخاصه في سنه 2019. هذا بالنسبه لليورو دولار. سي اتش اف جي بي واي استاذ عمار رح نمر عليه. CHF JPY من المتوقع اذا في حال تم اختراق الدولار، اذا تم اختراق بالاتجاه الصاعد الدولار سويس اللي كنا تكلمنا عليه لزياره مستوى 103، يعني ارتفاعه 250 نقطه، شو يعني؟ هذا بيعني انه الدولار سويس USD CHF، تمام؟ اذا عم نتوقع ارتفاع هذا البير او هذا الزوج، هذا بيعني انه الدولار الامريكي رح يرتفع والفرنك السويسري رح يضعف امام الدولار الامريكي. ضعف الفرنك السويسري هذا بيعني انه كل الازواج والبيرز اللي بتبتدي بالسي اتش اف اللي هي بالسي اتش اف مثل السي اتش اف جي بي واي او اي زوج اخر على اليمين، والمهم اذا كانت عملت الاساس سي اتش اف، نتوقع ضغط سلبي على المدى الوسط للقصير للاسف. فبهذه الحاله لكل الاشخاص اللي عم بفكروا بمراكز شراء للازواج والاكزوتيك كروسز اللي بتبتدي بالفرنك السويسري، انا بنصحهم انه ما يدخلوا بهذا السيناريو، وممكن يكون عندي بعد سيناريو هابط على المدى الوسط للقصير اقله انخفاض 200 نقطه. يعني استهداف مستوى 108 عن جديد او 76.4% للسي اتش اف جي بي واي او للفرنك مقابل الين الياباني متوقع لاستهداف عن جديد هذه المستويات قبل ما نرجع نفكر بالشراء، تمام؟ هذا بالنسبه لليورو دولار وللسي اتش اف. هلا ضعف اليورو دولار الى هذه المستويات اللي عم نتكلم بقربها نحن اللي هي مستوى 0.97، اذا بدي اخذ فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه على رسم بيانه الشهري، وبكل بساطه بكون عندي استهداف تقريبا مستويات 76.4%. هذا الشيء ما بيعني انه طبعا مستحيل هذا السيناريو اللي عم نتكلم عليه. انخفاض اليورو دولار لاستهداف هذه المنطقه بتعني انه نحن في ارتفاع ويف اي، بيج ويف اي، وهون دخلنا لكان بيج ويف بي طبعا على المدى الوسط للطويل او بالنفق الميل على الانخفاض، ومن المتوقع ان نرتفع ببيج ويف سي. طبعا وارد جدا بتقولوا لي ممكن انه اليورو دولار يرجع يستهدف تقريبا مستويات 160 وحتى اعلى، طبعا ممكن، ولكن هذا الرسم البياني اذا بده ياخذ مجري ويمشي بالاتجاه الصاعد مثل ما عم نحكي لاستهداف مستوى 160 عن جديد، ممكن مش بهالطريقه يرتفع اليورو دولار، ولكن ممكن الارتفاع يكون بهذا الشكل. خليني افرجيكم كيف. هذا الرسم البياني، تمام؟ هذا اليورو دولار، هذا رسم البياني الشهري. بكل بساطه اذا في حال بده يرتفع اليورو دولار ل 160 من وراء هذا الانخفاض اللي عم نشهده،
افتراضا وصلنا الى هذه النقطه، وهذه نقطه الانطلاق لموجه الارتفاع والصعود، ممكن يرتفع بهذا الشكل. اوكي، يعني اللي عم جرب اوصلكم اياه انه ممكن ياخذ 15 سنه او 20 سنه بالارتفاع قبل ما يرجع يوصل لمستويات ال 160. مش بالضروره انه اذا في حال نحن وصلنا لمستويات ال 097 فورا ندخل بمراكز شراء لاستهداف تقريبا ال 160، لا، هذا السيناريو مش بالضروره يحصل. ولكن هذا السيناريو المحبذ اللي هو السيناريو المرحلي الافقيه مع تقلبات ضخمه جدا، ولكن بالاتجاه العام الميل على صعود على المدى الوسط للطويل طبعا جدا، انا عم اتكلم على رسم بياني شهري. فما في شك انه الاشخاص اللي عم يفكروا بشراء اليورو دولار او بيع اليورو دولار بالمراكز الحاليه او المستويات الحاليه، طبعا الانخفاض رح يكون سريع. وفي مثل بيقول انه اللي بيطلع على الدرج بينزل بالمصعد. شو يعني؟ يعني على طول الانهيارات والهبوط اسرع بكثير من الارتفاع، تمام؟ فهلا اذا في حال عم نفكر بمراكز بيع بيكون سيناريو اكثر من رائع وضخم جدا على اليورو دولار لاستهداف مستوى 0.97. وعم تلاحظوا هلا على رسم بيان ال 30 دقيقه ايضا كمضاربه، ما عندنا نون ستوب انخفاض، موجات شيفرز، انخفاض ضخم جدا لليورو دولار، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. ما حدا يفكر بالاتجاه المعاكس، اقله للاشخاص اللي عم بيتابعوا تكمل وعم بيتابعوا صفحات تكمل العربيه، ما تفكروا بالشراء، ومنه فرصه مميزه او فرصه خلينا نقول ذهبيه لشراء اليورو دولار. وخلينا نشيل العاطفه على جنب، هذا موضوع انه السوق نزل كتير لازم يطلع والسوق طلع كتير لازم ينزل. خلينا نشيل هذا الفكر من بالنا، وخلينا ننتقل لتجربه حقيقيه بالفعل، ونعمل تريدينج او تداول للفاينانشال ماركتس، ويكون التحاليل التقنيه وايضا الاقتصاديه عم بلاقي مبعض، وطبعا نكون عم نتصيد نقاط دخول وخروج مميزه اكثر واكثر. هيدا بالنسبه لليورو دولار على رسم بين اليومي 30 دقيقه اسبوعي. رجعنا دخلنا شوي دولار سويس او الفرنك السويسري مقابل اليورو دولار، تكلمنا شوي على CHF JPY وهذه السيناريوهات المفترضه. اما بالنسبه للمراكز، مركز بيع على الاسترالي دولار بدينا نجني بعض الارباح فيه، دخلنا بمركز بيع على الاسترالي دولار 0.3 مع وقف خساره 0.7090، تيك بروفيت وتحديد ربح 0.68. اما بالنسبه لمراكز بيع الدولار كندي، هذا طبعا المركز ايضا رح نضل متمسكين فيه على مستوى 134.40، 135.80 وقف خساره، وهلا عندي بعض الارباح ايضا فيه. فمن المتوقع ان نحافظ على هذه المراكز اللي دخلنا فيها، وطبعا تظهروا مني ابديت او اذا بدكم اشارات لتعديل او اوقاف الخساره وتعديل مناطق الدخول والخروج، او حتى اضافه او تعزيز المراكز البيع اللي دخلنا فيه ان كان على الدولار كاد او على الاسترالي دولار. الاسترالي دولار ما راح نطول كثير بهذا المركز، ولكن دولار كاد انا وعدتكم انه نجرب انه نطول بالنا على هذا المركز وناخده على الامد الوسط للطويل. انا بتمنى لكم نهار اكثر من رائع ومثمر. من شركة تكنو مباشرة، معكم كان محل تقني جزاف ظهرية، إلى اللقاء.